وسائل الإعلام في الوقت الحالي بقت بتاخد جزء كبير من حياة الناس كلها. سبب تأثيرها وسرعتها في توصيل ونشر الأخبار بالذات في الأحداث المهمة زي اللي بيحصل حالياً. وطبعاً ده المفروض بيتم من خلال بعض المعايير المهنية اللي بتحدد لوسائل الإعلام دي كيفية تنقية الأخبار والتأكد من صحتها وكيفية نشرها وحتى كيفية صياغتها. ونركز قوي في موضوع الصياغة ده لأن اللعب كله بيحصل في موضوع الصياغة. الصيغة دي بتكون من المفترض أنها توصيف صحيح للخبر دون التلاعب في الألفاظ أو المعاني. وقلنا الكلام ده ومعروف أنه هو عند أي صحفي حول العالم عارف أن الكلام ده أساسي، وفي مدارس كتير جدا حول العالم بتراجع مع الناس وبتبقى عارفة أن في حاجة اسمها مهنية إعلامية ومفروض أن احنا نلتزم بالمهنية الإعلامية دي. ولكن في بعض القنوات اللي مفروض أنها كبيرة وصاحبة يعني جولات وصولات في مجال الإعلام نسيت تماما موضوع المهنية الإعلامية دي، منهم قناة CNN العربية المشهورة اللي المفروض انها بتعلم المهنية في الإعلام اللي بيتابعها ملايين، بتعمل عكس كل اللي احنا نعرفه عن المهنية الإعلامية من ساعة ما بدأت الحرب على قطاع غزة، وده في تناولها الأخبار المتعلقة بغزة، وده اللي بتعمله من خلال مجموعة من الصياغات اللي بتظهر مدى تحيزها بشكل كبير جدا للاحتلال. هنروح بعيد ليه؟ على سبيل المثال امبارح بعد اللي حصل بدل لما CNN تنشر الخبر بشكل صحيح وتقول ايه اللي حصل بالظبط، او حتى على الاقل تقوله زي ما كانت بتعمل مع الاخبار اللي كانت بتطلع من جيش الاحتلال، لا ده راحت في حته ثانيه خالص. ادي خبر اهو نشرته امبارح عن قصف اسرائيل لمخيم جباليا اللي راح ضحيته 400 شهيد، وبدل ما نقول ان هو قصف وراح ضحيته 400 شهيد، لا CNN بالعربي قايله انفجار ضخم في مخيم جباليا للاجئين في غزة يسفر عن سقوط العديد من الضحايا. صياغة الخبر دي طبعا أثارت موجة كبيرة جدا من الغضب على طريقة نقل CNN وبعض القنوات الغربية لأخبار العدوان اللي بيحصل على قطاع غزة من الكيان المحتل. ودي ما كانتش المرة الأولى، كذا مرة كانت بتنحاز فيها CNN وغيرها BBC وغيرها من القنوات الغربية لرواية الكيان المحتل، لدرجة أن الموضوع بدأ يوصل لتجاهل الرواية الفلسطينية، وده اللي خلى قبل كده لو تفتكروا الفيديو بتاع الناشطة المصرية اللي كانت واقفة على معبر الحدود مع قطاع غزة كانت بتهاجم المراسلة بتاعت CNN وقالت لها أين قناتكم وأين الحقيقة وانقلوا الحقيقة. ونفتكر معاكم الفيديو اللي كان انتشر في منصات التواصل الاجتماعي. Where is your humanity? How many children died? I ask you to condemn the Israeli government. End this! End this! You liar! We ask you to condemn. Where are your condemnations? Where is your channel covering this? Cover this! Say the truth. We understand you're an employee. You're just a puppet. You're just about this. Come talk to me like a human. الفيديو ده كان انتشر بشكل كبير جدا، ومن ايامها الناس وهي بتهاجم CNN، والCNN ما زالت مستمره هي وبعض القنوات الغربيه في نقل الاحداث بطريقه منحازه للكيان المحتل. وزي ما قلنا الموضوع اثار موجه كبيره من الهجوم على قناه CNN، والبدايه مع حساب باسم المشتبي الويلي اللي قال انفجار ضخم، هل هذه روايتكم الجديده التي تسمح لاسرائيل بالتنصل من مسؤولياتها الكامله كما حصل مع مستشفى المعمداني؟ أعلم أن محرر CNN الذي يكتب هذه العناوين عربي، وأقول له بشكل مباشر: ألا تشعر بالعار؟ ألا تمتلك ذرة من الكرامة لرفض ما يملونه عليك أو تستقيل خسة ما بعدها خسة؟ أيضا حساب باسم ليو غرد وقال: لا تملكون أدنى درجات المصداقية، وهي من أبجديات العمل الإعلامي. ما يحدث الآن عراكم تماما أمام الرأي العالمي أو أمام الرأي العام العالمي. لا يكفي حجم اسمكم الإعلامي، الأهم هي الأخلاقيات والعمل المهني. حساب آخر غرد وقال انفجار جرة مثلا انفجرت في غزة ولا مس كهربائي. يا جماعة ده إسرائيل قصفت مخيم للنازحين وفي أكتر من 400 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال. محمد السنوسي علق أيضا وقال تصيغون الخبر وكأن الانفجار ناجم عن شيء مجهول، وأنتم تعلمون جيدا أنه نتيجة قصف طيران إسرائيلي عار عليكم. فيصل العشاري تحدث عن السقوط الأخلاقي لبعض وسائل الإعلام وقال السقوط الأخلاقي لبعض وسائل الإعلام يظنونها شطارة وفهلوة للضحك على الشعوب بينما يعلمون تماما أن الشعوب صارت أكثر وعيا. آخر تغريدة معانا حول الموضوع من الناشط أدهم أبو سليمة اللي قال أستغرب أن هناك إنسان
فقط إنسان عنده مشاعر ودم يقبل أن يكون جزء من هذه الدعاية المقززة والانحياز الأعمى لقتلة مجرمي أو لقتلة مجرمين في الكيان الصهيوني. الإعلام في الوقت اللي أصبح هو المتنفس الوحيد للشعوب وهو الشيء الوحيد اللي بينقل الحقيقة، بس واضح كده إن حتى في بعض الناس شايفينه كتير علينا، وإحنا مش بنطلب أي حاجة غير إنك تقفوا بشكل حقيقي وتنشروا الحقائق، وبنطلب بس الموضوعية والمهنية، وده اللي الناس كلها بتقوله، وده اللي حصل في الهجوم اللي حصل على CNN وغيرها من القنوات الغربية.